خلصت من فقرة الطيارة ومش هتخلص. هذه الحادثة سيكون لها ما بعدها. وخلي بالك حادثة الطيارة، معلش الكلام بيجيب بعضه يعني. حادثة الطيارة بتدل على اللي بيحصل جوه النظام. الطيارة متبلغ عنها. الطيارة متبلغ عنها. مين بقى بيبلغ عن مين ومين بيبوظ شغل مين؟ شوفوا بقى صراعاتكم جوه انتوا بينكم وبين بعضيكوا. احنا مالناش دعوه بالكلام ده يا عم. احنا خلينا في الديون. الديون المتراكمه، مجلس الوزراء يوافق على تمويل البنك الاسيوي لتحويل خط ابو قير الى مترو كهربائي. برضه بفلوس. اي حاجه بتحصل في البلد بقروض. طيب احنا هناخد الاخبار دي سريعه جدا لان انا نسيت اقول لكم النهارده ان احنا كما عودناكم ان شاء الله في كل حلقه يوم جمعه عندنا التجربه البرازيليه. بتاعت بيلي الله يرحمه بقى، يعني عندنا بتاعت حاجات كده البرازيل، هذه البلد الفقيرة اللي كانوا بيمشوا فيها حافيين كيف انتقلت إلى تلك الدولة الغنية. فعندنا النهاردة تجربة البرازيل، فهنجري بقى شوية في الملف الاقتصادي اللي ملوش لازمة. الدولار كسر حاجز ال 40 جنيه في السوق السوداء. ولسه لسه بقى يعني هقرا لك عناوين الأخبار كده بسرعة تمام؟ وأقول لك البلد دي تصورها إيه؟ هقول لك ما تقلقش. الحكومة توافق على إصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية، يبقى خلي حد يقرب عندها. مصر تستحوذ على ربع ديون حكومات أفريقيا، الحمد لله إحنا وحدينا بس واخدين 25% من حصة أفريقيا في الديون، الله أكبر، أيوة كده يا عم. ده مش في كأس الأمم، ده إحنا واخدين 25% بس، يعني شوفوا إحنا 421 كل الدول الاخرى واخده 745، جنوب افريقيا 288، نيجيريا 81، الجزائر 102، المغرب 95 مليار، احنا 421 مليار. ايوه كده يا عم، لازم نكسر الارقام القياسيه بتاعت الافارقه دول، لازم نكسر. بس دي بالسالب مش مهم، نكسر وخلاص. هقول لكم بس شويه يعني هقرا لكم الاخبار كده. تنفيذا لتوجيهات الرئيس تاجيل زياده اسعار الكهرباء لمده ثالثه لمده 6 اشهر. بيقول هتكلف الدولة 12 مليار جنيه. يعني يا جماعة هو مش هيزود وهيكلف الدولة. اللي هو فكرة الكذب. احنا يا جماعة انا بس بطلع التليفون عشان جاتني النهاردة رسالة الكهرباء. هي حظهم كده والله. حظهم كده هطلع الرسالة. جاتني رسالة فاتورة الكهرباء النهاردة. الكذب ده احنا تخلصنا منه عشرات المرات يا جماعة، قلنا انه لا دعم للكهرباء وده بناء على التقارير اللي صادره من الجهات الرسميه في النظام المصري، بس هو لازم يقول لك لازم اللي هو بجنينه مش هنزود عليك الكهرباء بس ده هيكلفنا 12 مليار، يا عم انت خلصت الدعم من زمان، لا هيكلفنا. طيب ادي يا سيدي فاتوره الكهرباء بتاعه الاستاذ عماد البحيري 158 ليره اهي. مش عارف تعرف تجيبها؟ ما تعرفش طبعا يا استاذ، ما تقدرش تجيبها، لازم اوديها عند الكاميرا. 158 ليره، زي ما بقول لكم كده يا جماعه دي فاتوره كهرباء اهي والله اهي اهي. انا عارف مش قادر تجيبوها بس اهي اهي 158 جنيه كهرباء. ها؟ 158 ليره في اوروبا اكيد يعني عندي كهرباء وعندي ثلاجه يعني عندي حاجات يعني. مين بقى بيدفع في مصر 158 جنيه؟ بياناتي ما تقلقش انا بديهم عنواني على فكره. يعني اصل في ناس تقول لك ايه ما تظهرش رقم تليفونك. يا عم انا ساكن في اقول لكم العنوان بالتفصيل، اللي عايز يجي حاجه اهلا وسهلا يا عم. بيقول لك ان ثروات المصريين تراجعت الى 22%. شفت انا فيديو النهارده لست من مؤيدي السيسي اللي هي رقصت له، قالت انا غنيت على تسلم الايادي، بس قالتش ان رقصت يعني، غنيت على تسلم الايادي وام نادي على الصعيدي وبتاع، واتكلمت على موضوع الطياره وان احنا كانوا في مستوى اجتماعي اللي هو المستوى الاجتماعي اللي احنا كنا عايشين فيه اللي هو المستورين اللي هو بيسموه في مصر فوق المتوسط او المتوسط، مش قادرين على الحياه دلوقتي. فمعظم المصريين مش 22% انخفضت ثروتهم، ده راحت في 60 داهيه. ده راحت في 60 داهيه، فمفيش جديد يعني. بيقول لك اسعار الذهب النهارده زادت 40 جنيه، وزي ما بقول لكم موضوع الذهب كله امبارح على مستوى العالم نزل. في مصر بيزيد.
مصر بيزيد. ليه يا باشا؟ لانه الدولار بتاع الصاغه ب 44.5. الدولار بتاع الصاغه يا جماعه ب 44.5، عشان بس ايه ما توجعش قلبنا وتوجع قلبك والحاجات دي كلها. الدولار بتاع الصاغه ب 44.5. الدولار هيروح فين؟ اصبر بس لما الانتخابات تخلص. والله ما عارف اقول ايه. بعد لو الانتخابات دي خلصت على شر، يا رب تخلص على خير. لو الانتخابات دي خلصت على شر كما هو يرتب لها الان، انك تمرر الانتخابات بسرعه يعني، اصبر على تداعيات الموقف الاقتصادي بعد الانتخابات. بس ده اللي هقوله لك يعني. شوف بقى الذهب والياقوت والمرجان اللي هيهلوا عليك. مش كان فضيلة البابا تودروس قال لك نعم تجلب النعم بتاعت التعديل الدستوري؟ برضه هيقول لك نعم دلوقتي للسيسي تجلب النعم. ده انت هتغرق، ده انت النعم هتبقى عليك عامله كده. ربنا بس ياتي بالسيناريو الخير. لان السيناريو الشر ده عايز اقول لك، وده مش بعيد على فكره، انت بتتكلم في 6 شهور. مش بتوع السيسي اللي هو اصبروا عليه 6 شهور، لا 6 شهور من اللي بقول لك عليه، 6 شهور اللي هو احنا دلوقتي في شهر 8، اصبر على شهر 2 3 وانت هتشوف السيناريو الاقتصادي يوصل لحد فين. رئيس شعبة الذهب اللي هو الأستاذ إيهاب واصف بيقول لك غلاء الذهب في مصر بسبب شح الخامة. ليه؟ هو شح الخامة ده اللي خلانا نزور الذهب ونخليه بلاستيك؟ خلينا نسمع الأستاذ إيهاب وهو بيتكلم. الأساس اللي مأثر على السوق المصري في الفترة الأخيرة، أو نقدر نقول في خلال ال6 7 شهور الجايين. يمكن معلومة حضراتكم ما تعرفوهاش، إن مصر اشترت في النص الأولاني من السنة دي 33.5 طن ذهب. الرقم ده كبير. الرقم ده كان فوق طاقة السوق المصري، وده بالتالي أثر على الطلب في السوق المصري. عشان كده لقينا في فترة من الفترات إنه سعر الذهب في ارتفاعات متتالية 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 ما قدرش يستوعبها السوق، وكان في نقص في خام الذهب اللي أدى بالتالي إلى ضعف الإنتاج في المصانع المصرية. لانه ما فيش الخامه مش متوفره ان هي تساعد الناس على الانتاج. الاساس اللي مأثر على السوق المصري. طيب عشان الوقت اللي جري منا في موضوع الطياره، وهو موضوع يستحق الحقيقه، موضوع يستحق جدا، خليني اخد اخر خبر قبل ما اطلع للسوشيال ميديا. عندنا قصه لطيفه جدا، حكايه الكوبري بتاع المشاه اللي اثار سخريه المصريين، وبعدها نطلع على طول على تجربه البرازيل، ناخد الطياره ونطلع على البرازيل على طول في اخر الحلقه. النهارده وزيره الهجره الست سهى الجندي بتقول لك والله 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 ثلاثة، انت عارف والله والله اللطيفه دي، انا مصدقك والله يا فندم. انت ما تحلفيش يا مدام سهى، يا مدام سهى ما تحلفيش. هي بتقول لك احنا لا ننظر لجيوب المصريين في الخارج بل نسعى لدعمهم. لازم نستدعي على طول المشهد بتاع فؤاد المهندس وهو بيقول لسناء يونس على يدي على يدي. فعلا انت ما بتبصيش لجيوب المصريين في الخارج ولا محتاجين منهم دولارات ولا حاجه خالص خالص. على يدي على يدي